صباح النور، مرحبا بكم. يوسف البلالي غاب البارح على تمارين الترجي الرياضي التونسي، والمعلومات اللي عندنا تقول انه الجزائري تغيب بسبب الاوجاع اللي ما خلتوش يكمل ماتش السابع الاخير في البطوله، والاطار الطبي للترجي خير باش يعطيها راحه قصيره باش يكون حاضر 100% في كلاسيكو البطوله بين الترجي والنجم في سوسه نهار الاحد هذايا. واحنا نحكيوا على مقابلات الويكاند في البطوله، شكون يحضر شكون يغيب، خلينا نعطيوا الغيابات الابرز في كل الفرق اللي باش تكون موجوده. نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي، عبد الرحمن كوناتي باش يغيب بسبب الاصابه، يتواصل غياب عبد الرحمن كوناتي. في النادي الافريقي ايت مالك يغيب بسبب الورقه الحمراء. في الاولمبي البيجي عزيز عبيد عنده اصابه في الكتف نتاعو تخليه يتغيب لمده 15 يوم، دونك مش يكون موجود في مواجهه النادي الرياضي الصفاقسي. نادي الصفاقسي اونتر بارونتيز نذكر عنده مقابله وديه اليوم في ليبيا مع الاخضر الليبي لافتتاح ملعبه الجديد، بعدها يعاود يرجع لتونس غدو يستأنف التمارين ويحضر مقابلته نتاع الاولمبي البيجي. العمران غيث بن حسين عنده سفره ثالثه مش بيكون موجود في الجوله هذه. اتحاد بن قردان يسجل زاد غياب غازي عبد الرزاق اللي عنده سفره ثالثه، نفس السبب اللي خلي خليل القاسمي مش موجود في تشكيله مستقبل جابس في المقابله القادمه. ونجم المتلوي يغيب عليه كل من احمد مزهود بسبب ورقه حمراء، واحمد والباهي بسبب بالإصابة. رئيس النادي الافريقي هيكل دخيل كان اجتماع البارح باعضاء الهيئه المديره للنادي، ووجهوا مراسله للاداره الوطنيه للتحكيم التابعه للجامعه التونسيه لكره القدم، وذكروها بكل الاخطاء اللي تم ارتكابها في حق النادي الافريقي منذ بدايه الموسم هذا. وهيئه النادي الافريقي دعات اداره التحكيم انها تراجع التعيينات نتاع الحكام تجنبا لتعريض الفريق لمظالم تحكيميه تضر بمصلحه النادي. نحكيوا على النقل التلفزي للمقابلات بالنسبه لمقابلات الويكاند هذا، الجوله السابعه للبطوله. مقابله نتاع نهار السبت بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري 4:30 في رادس، تتعدى على القناه الوطنيه الاولى والقناه الكاس القطريه زاد واحد. مقابله العمران ومستقبل سليمان تتعدى زاد على القناه الوطنيه الاولى بدايه من الساعتين نهار السبت. ومقابله اتحاد بن قردان مع الملعب التونسي مقابله تعدى على القناة الوطنية الثانية. هذا بالنسبة لنهار السبت. بالنسبة لنهار الأحد 3 نوفمبر الكلاسيكو بين النجم الساحلي والترجي 2:30 في سوسة، مقابلة باش يتعداها القناة الكأس القطرية الأولى والقناة التونسية الوطنية الأولى. والنادي الصفاقسي الأولمبي البيجي زاد مقابلة تتعدى على القناة الوطنية الثانية نهار الأحد بداية من 2:30. البقية مش بتعديه على التلفزة، نحكي على مقابلة مستقبل جابس النجم المتلوي نهار السبت. القوافل الاتحاد تطاوي نهار الأحد، زاد نهار الأحد مقابل ترجي جرجيس والنادي البنزرتي. الرابطة كانت زادة أعلنت على المقابلات والبرنامج الكامل للجولة الثامنة، الجولة اللي بعدها يعني نهار السبت 9 نوفمبر الأولمبي البيجي مع الترجي الجرجيسي، الملعب التونسي مع شبيبة العمران، الأولمبي البيجي مع الترجي الجرجيس مع الساعتين ونص مقابلة الملعب التونسي وشبيبة العمران، 2:30 مقابلة اتحاد تطاوين والنادي الإفريقي، والترجي مع مستقبل جابس. المقابلة هذه تتلعب نهار السبت 9 نوفمبر مع 4:30 دقيقة. بالنسبة للدفعة الثانية نهار لحد 10 نوفمبر ديما نحكي على الجوله الثامنه، مستقبل سليمان 2:30 مع قوافل القفصه، نفس التوقيت اتحاد المنستير مع النادي الرياضي الصفاقسي، نفس التوقيت زاده نجم المتلوي مع اتحاد بن قردان، و 2:30 نفس التوقيت زاده نهار لحد 10 نوفمبر النادي البنزرتي مع النجم الرياضي الساحلي. اليوم عنا موعد مع مقابلة الجولة الأولى إياب من بطولة الباسكيت، بطولة كرة السلة، مقابلة كلها تبدأ مع 6 متاع العشية، نجم حلق الويد مع النادي الإفريقي، الاتحاد المنستيري مع شبيبة المنازة، الدالية الرياضية بجرومبيليا مع النجم الرياضي الساحلي، نادي كرة السلة بالمهدية مع شبيبة القيروان، النجم الرادسي مع اتحاد الأنصار. نحكيو على الكرة في أوروبا، مانشستر يونايتد قريب من حسم صفقة المدرب اللي باش يعوض تن هاج. الأخبار تقول أنه مدرب سبورتينغ لشبونة البرتغالي روبن أموريم هو المدرب القادم للمانيو، في انتظار أنه إدارة الفريق الإنجليزي تدفع مبلغ 10 مليون أورو، هي قيمة البند التصريحي لأموريم في عقده مع سبورتينغ. من بين أهم المقابلات اللي تلعبت البارح في البطولة الإيطالية، أهم المقابلات البارح في أوروبا لكن خصيصا في السيريا، نحكي الجولة العاشرة مقابلة القمة بين ميلان ونابولي، نابولي يربح في سانسيرو قدام جمعية ميلان 2-0 ويعزز الموقع متاعو في الصدارة. ليتشي مع إلاس فيرونا، ليتشي يربح 1-0. حل بارونتيز كمل به النشرة وتصحيح ميساج وقت الواحد يغلط. نشكركم على الاهتمام ونشكركم زادة على المتابعة قبيلة في ديمين
جديد كرونو، قلنا انه فما تصويره بعد مقابله برشلونه والريال مدريد فيها الملاعبيه البرازيليان كل موجودين ملمومين وكان شان لم يكن اربعه بليش حكايه فارغه الجو كان ودي وغيره. لها التصويره ديكا ويعطيكم الف صحه خاطر واحد ساعات ينجم يفيق بالكومنتات نتاعكم وينجم يصالح المعلومه بالاهتمام نتاعكم بمعلوماتكم قديمه. التصويره ديكا ترجع الى الدوره الوديه اللي كانت والجوله الوديه تصير في امريكا تصير خارج القاره الاوروبيه، كانوا موجودين وتقابلوا وكانوا يضحكوا بعد المقابله هذيك، ما ضحكوش بعد المقابله هذيك، دونك نعتذروا ونصوبوا الخطا. شكرا لكم مره اخرى على الاهتمام والمتابعه والوفاء. بالنسبه للسبور اكسبريس هذه تلقاها والاخبار الكل على www.mosaikafm.net.